عام دراسي جديد هيئت له الظروف المناسبة ليكون بداية انطلاق مباركة نحو العبور إلى المدرسة الجمهورية التي هي غاية ووسيلة لإرساء دعائم نظام تربوي وطني جامع ناجح وناجر قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه كما وكيفا. عام دراسي تميز بعدد من الإصلاحات لم تخف ملامحها الجلية في المؤسسات التعليمية في مقاطعة كنكوسا بولاية العصابة، والتي من ضمنها حصر تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائية في المدارس النظامية وتوحيد الزي المدرسي. اليوم ذلك ينقال له السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة وكونوا على برامجهم وعندهم الكتاب المدرسي وعندهم كافة الوسائل الإيضاح اللي قروا بها، معناها من ناحية مكونة التكوين البشري هذا حصل. من ناحية السنة الرابعة والخامسة والسادسة هم البرنامج التجريب للسنة الرابعة اللي هم الآن يجمعوا ذو الأسبوع لي مع المعلمين الروابع كاملين في المقاطعة، فياك نوضحوا لهم الجديد في هذا البرنامج واللي ونطالعهم عليه الفرق بينه هو البرنامج القديم. وطبعا متأكدين على أنه بذي المواكبة اللي معدل السلطات المحلية والسلطات الإدارية على أنه يدور الله إن شاء الله يعود رافعة حقيقية للمدرسة الجمهورية. تصميم ومتابعة يبدو جليا من خلالهما إصرار الدولة على أن يحقق هذا البرنامج نجاحا جوهريا تدعمه متابعة دقيقة من السلطات الإدارية والطواقم التربوية بمقاطعة كنكوسا لجميع مراحل هذا المسار الجديد. قمنا بزيارة استطلاعية لكافة المدارس في مقاطعة كنكوسا، زرنا مدينة كنكوسا وبلدية كنكوسا وزرنا بلدية هامد وبلدية تناها وبلدية بلاجميل، واطلعنا أنا والمفتش على وضعية التعليم في هذه البلديات، عدنا مسح شامل وحددنا الحاجيات وطرحنا خطة. أولا عاد عندنا تصور عن واقع التعليم داخل المقاطعة كامل، وجمعنا وعدنا تصور عن الخطة اللي يلا نتبعه هذه السنة الدراسية، إياك أننا نتغلبوا على ذيك المشاكل اللي جبرنا قدامنا. وطلبنا من كل معلم كل مدير مدرسة أنه كل فصل كل سنة كل فصل يعدل تقويم للتلاميذ، يعدلهم معلمين ويخرص وكل مستوياتهم ضعيفة ويكون متوسطين ويكون جيدين. واللي لوارك أسبوعين اكتملت هذه العملية وعاد عندنا لارك صورة واضحة عن واقع مستويات التلاميذ في مقاطعة كنكوسا. الخطوة الثانية شنو هي اللي عدلنا؟ هي أن كل مدرسة نقبو كل فصل نعيطوا لأباء التلاميذ ونعدلوا لهم اجتماع ونطلبوا منهم ونبينوا لهم بعد قاع واقع أولادهم ونطلبوا منهم التركيز على قراية التلاميذ خصوصا في الليل، ونقول لهم على نحن ذلي يعني الدولة وهو شي قالوا متابعة المعلمين والأساتذة والحرص على أنهم يقدم واحد منهم درس بكل جدية ويحاول على أنه ما يمشي عن درس لين يفهمه التلاميذ، وهذه فعلا هي العائق اللي كان مطروح. ومن كل 15 يوم نعدلوا جولة في كل مدرسة، احنا كل نهار نعدلوا جولة في مدرسة، يقير من كل 15 يوم معدل تقويم لكل فصل، ونخرصوا التلاميذ اللي كانوا ضعاف واللي كان مركز عليهم نعدلوا لهم اختبارات اللي منهم تخطى ذيك المرحلة نشطبوا على اسمه من ذيك اللائحة ونديروه في المرحلة الثانية نقدموه. هامنا بهذه الطريقة لين نواصلوها إن شاء الله وما يعود الفصل الثاني يكون عندنا نتائج مرضية وجيدة ولا تعود آخر السنة إن شاء الله ما اكتملت العملية بشكل هالعام، وإن شاء الله راجعين أعلن كنكوسا لأنها العام تعود بعد المدن الداخلية من أحسن المقاطعات اللي هي في النجاح سواء على مستوى بريفي وسواء على مستوى البكالوريا. عملية إصلاح يطوف الجميع ثمارها ويتجلى ذلك في مواكبة المنتخبين المحليين
لهذا المسار الهادف إلى النهوض بالمنظومة التربوية في بلادنا. المدرسة الجمهورية اللي فيها ياسم الفوائد، خاصة لأن ذوك اللي قال لهم الفارق الاجتماعية والاقتصادية وفاو المواطنين الموريتانيين كاملين أبنائهم موجودة في زي واحد وفي مدرسة واحدة ويقرأوا برامج واحد. هذا من الأمور اللي يا الله ينشاد به اللي أولا اللحمة الوطنية تعزت، ثانيا الوحدة الوطنية أيضا محافظة عليه. وبالتالي أشكر السلطات الإدارية الجهوية والمحلية والطواقم التعطير التربوي للمستوى الولاية والمستوى المقاطعة باي المواكبة. احنا هاي المدرسة الجمهورية اللي زيها واحد لعقلية التلاميذ الفوارق من بيناتهم ممحية، نعتبروا لأنها كانت واحد من خياراتنا القديمة اللي نطرحه، انها سابق ما خلقت من البلد لا يتم التعلم فيه الا ما هو قابل فاعليته الحقيقية. محو الفوارق بيناته، وكون ان اليوم في موريتانيا كاملة وفي كنكوصة بصورة خاصة ما فيه تلميذ يقرأ في سنة اولى ما يقرأ في التعليم العمومي، واحد فيه كافة الناس وكافة الالوان وكافة الطيف اللي ساكن في كنكوصة اليوم يقرأ كامل في السنة الاولى، ما فيه مدرسة واحدة حرة يجيها رقاش يجيها يشير. وهذا مولي مواكب ومرسوم اهداف كل معلم اليوم عنده مشروع مدرسته، مشروع تعليمي مدرسته، يتابع للمشروع ويعرف التقدم فيه. الانسان منين يعود الحياة ما عنده مشروع فيها ما يعرف لكن لا يحقق. اليوم كل معلم رافد مشروعه في نقل قسمه يعرف التلاميذ من يتقدم منهم من يتحسن من له يتحسن، وهذا المشروع متابع مولي من عند سلطات التربوية وسلطات الإدارية كل نهار يزوروه ويعرفوا ذاك اللي تقدم في المشروع شنو. إصلاحات تربوية أخذت مسارا طويلا قبل بدء التنفيذ، بدءا بوضع التصور للبرامج التربوية وطباعتها وتكوين المكونين الذين سيشرفون بدورهم على نقل المعارف والمهارات والأهداف المتوخاة من هذه البرامج الجديدة إلى الطواقم الميدانية المباشرة لعملية التدريس. مشاكل السيد الرئيس للفتة اللي طال التعليم، حيث تم تكويننا بالنسبة لدفاتر التحضير، احنا معلمين سنة أولى سنة ثانية، وشاكلين المدرسة الجمهورية حيث الزي تم توحيد الزي لمستوى التلاميذ، حيث قاني الحمد لله والفقير يجون لابسين نفس الزي، وشاكلين الالتفات لهذه الزيادة اللي طالع خاصة التعليم. تم فيهم اللي تركيز شاكل من التركيز المدرسة النظامية، حيث السنة الأولى سنة التلاميذ النظامية، وأنا هذه معلمة السنة الأولى، فما ما شاء الله عندي 100 تلميذي، فما اكتظاظ معلمة واحدة عندي مكتظ به اللي الحمد لله تركيز السنة الأولى، والمدارس خصوصية سنة ما فيها السنة الأولى. وشاكل من السلطات المحلية هون لمتابعتها، حيث يتم عدة زيارات لها. تجليات تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني الخاصة بالمدرسة الجمهورية هاي السنة كانت واضحة على مستوى مقاطعة كنكوصة، وتمثلت على مستوى الطاقم التأطيري في عدة زيارات ميدانية واكبت فيها المفتشية والسلطات الإدارية، وكانت أيضا على مستوى الأداء في الميدان كانت أيضا هناك متابعة يومية لما يجري في الفصول من خلال زيارات تأطيرية يقوم بها المفتشين. جميع الإجراءات المقام بها تلقى قبول متزايد من طرف الطواقم التربوية، من طرف المعنيين بالعملية كاملة. هم تعاون واضح بين الآباء والطواقم التأطيرية على مستوى المفتشية وعلى مستوى الإدارات المدرسية لكل مدرسة. تضم مقاطعة كنكوصة 137 مدرسة، استقبلت هذا العام 18,700 تلميذ، إضافة إلى طاقم التربويين يتألف من 327 معلما، يواكب مسار المدرسة الجمهورية لتجسيد ذلك الحلم على أرض الواقع. التعليم على مستوى كنكوصة كان جيد، وهاي المدرسة الجمهورية كان جيد الحمد لله، ومذمنينهم واللي حتى بمعنى الحمد لله الناس كاملة توجهت له، والمدارس الحرة حكم عن قلق كامل ما تلو موجودينهم، والناس توجهت له كامل سواء في الريف سواء في المدينة،
والحمد لله المولي هيئة التعطير الحمد لله معدلة مهامة خصوصا المفتش والمفتشين الدائرة وكذلك المعلمين والقامين بدورهم الحمد لله يطلعوا في الوقت المناسب ويرفعوا وقت العالم دائما الحمد لله يحضروا له. وشاكر السيد الرئيس على اللفتة الكريمة اللي أعطاه للتعليم، وشاكر ثم اللي على الزيادة اللي أعطاه للمعلمين كذلك، وشاكر السلطات المحلية على دورهم القائمين به كل نهار يجون هون يعدلون الزيارات، وشاكر المولي اللي داره هون تبارك الله ما عنده مشكلة حال لنا كل مشاكل كاملة. وكوننا السنة الماضية على دفاتر تحضير للسنة الثانية لأنا بعد بالنسبة لي، وهاي السنة جبرت شي من الكتب بالنسبة للغة العربية حالي اللي مشكلة كنا نظل النهار كامل نكتبه نصوص على السبورة، ولكن حدث لنا كل مشكلة الحمد لله أدنا جبرنا الكتب في القراءة ونحلت لنا كل مشكلة الحمد لله وفهم إصلاحات طبعا الحمد لله. مدرسة الجمهورية ولقد شهد المدارس هذه السنة اكتتاب جميع أبناء الوطن حد سواء وكل والجميع السنوات الأوائل لقد استوعبت جميع أبناء الموريتانيين، هذه خطوة هذه أحلام للموريتانيين، وحدث ما يسمى زي المدرسي الموحد وهذا أيضا بما تخدمه في اللحمة الوطنية والجميع يرى كل تلميذ على جنب قريبه وصديقه وهم في حد السواء في مدرسة جمهورية توحدهم وتوحد زيهم. إذن هذه الخطوة في الحقيقة خطوة فريدة من نوعها. عملت الدولة على تنفيذ الإصلاح الضروري لإرساء قواعد المدرسة الجمهورية التي يحلم بها الجميع، مدرسة يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة لتنمية طاقاته وإبراز مواهبه. لم يبقى تعهد رئيس الجمهورية حبرا على ورق، بل تحول إلى إنجاز ملموس يحتفي الوطن اليوم بخطواته الأولى. فبعد أن كان حلما يراود المواطنين في كل بقعة من الوطن بمدرسة جمهورية يتساوى فيها الجميع، بدأت ملامح ذلك الحلم تتجسد على أرض الواقع في بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي تميز بإرساء دعائم المدرسة الجمهورية، وحظيت مقاطعة كنكوسة بنصيبها من ذلك الإصلاح التربوي المشهود.